تشاهدون في هذه الحلقة: إقبال كثيف للحصول على وثيقة إثبات الهوية الشخصية بتعز، وشكاوى بشأن تأخر تسليم البطاقة. جبل الحصن بقدس أعلى قمم الحجرية، حيث متعة النظر إلى أبعد مدى. ضمن مشاريع مواجهة انعدام الأمن الغذائي، الفاو وغدق تدعمان المجتمعات المحلية بالمواسط في مجال الثروة الحيوانية. مرحبا بكم من جديد. في البداية نبقى مع موجز سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. احتفت تعز باليوم الدولي للتطوع بإقامة معرض الرسومات والفنون التشكيلية، وجسدت اللوحات الفنية التي شارك في رسمها فنان الكاريكاتير الشهير رشاد السامعي وعدد من الفنانين من جميع محافظات الجمهورية معاناة تعز إثر حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة. وحكت كثير من هذه اللوحات مواضيع السلام وحقوق الإنسان والتطوع. دعت عمادة كلية الآداب بجامعة تعز السلطات المحلية والمنظمات إلى دعم جهود التعليم والمساهمة في برنامج إعادة تأهيل الكلية التي تضررت بسبب الحرب. وقالت عمادة كلية الآداب الدكتورة نبيلة الشرقبي في مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن استئناف العملية التعليمية في مبنى الكلية بعد توقف دام 5 سنوات، أن إعادة تأهيل المبنى سيسهل على الكلية استيعاب كافة الطلبة، خصوصا في ظل الازدحام الشديد في مبنى الجامعة الرئيس بحبيل سلمان. مشاهدينا، تعد البطاقة الشخصية من الوثائق المهمة التي لا غنى للشخص عنها، سواء في إثبات الهوية أو في إنجاز المعاملات اليومية المختلفة. ونظرا لإدراك المواطن في تعز أهمية البطاقة الشخصية، فقد شهدت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إقبالا كثيفا للحصول على هذه الوثيقة، ما تسبب بضغط كبير على المصلحة ودفع بشكاوى بشأن تأخر الحصول على وثيقة إثبات الهوية. الإقبال المتزايد لطالبي وثائق بطاقة إثبات الهوية الشخصية والازدحام اليومي في مبنى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز هو ما يؤكد الأهمية التي باتت تكتسبها هذه الوثيقة بالنسبة للمواطن في تعاملاته المختلفة، لا سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. يعني زحمة فظيعة، الناس تعبوا وهم يزاحموا، الناس متعبين، مع عنده الطالبة تتعب، الطالب يتعب، المريض يتعب، المريض يشتي يسافر الخارج، يشتي بطاقة يتعب. والله إن أنا تعبانة من المعاملة من الصباح، أستلم البطاقة بس السند هو معي، ما أقدرش أوصل حتى البطاقة، وأنا من عند واحد لعند واحد يقولوا روحي عند ذاك، روحي عند ذاك، يعني أنا تعبانة الصدق. يقول موظفو المصلحة إنهم يبذلون جهوداً لمواجهة طلبات ما يزيد عن 300 مواطن من طالبي وثيقة إثبات الهوية الذين يتوافدون بشكل يومي على مبنى الأحوال المدنية بتعز، وهو ما يزيد من الضغوط على عمل المصلحة وموظفيها الذين بذلوا جهوداً لاستعادة تفعيل دور المصلحة منذ تحرير المدينة من الإنقلابيين الحوثيين. كما ويشير البعض إلى أن إجراءات روتينية تسهم أيضاً في عرقلة الكثير وعدم سرعة استخراج البطائق الشخصية. هذه الأيام إقبال زحمة بسبب فتح الجوازات، لذلك في ضغط على الأحوال المدنية. ثاني حاجة تغيير النظام، عملية تحديث النظام في صنعاء، عملية تحديث المنظومة كامل في صنعاء وفي الفروع أدى إلى تأخير بعض البطء، أدى إلى البطء. والله انه عم طيب يعني، بس في معوقات، من المفروض ما يكونش انه في زحمه للدرجه دي. وتمر عملية استخراج وثيقة إثبات الهوية الشخصية بعدد من الإجراءات وصولا الى الحصول على هذه البطاقة. بعد استكمال الإجراءات الإدارية نقوم بعملية إدخال البيانات البعدية والأساسية للمواطن، ثم نقوم بعملية مراجعتها وإرسالها الى المركز الرئيسي في صنعاء، ثم نقوم بعملية استقبال الرقم الوطني من صنعاء
وعمليه الطباعه، وبعد عمليه طباعه تسليم المسموم بين الاستبيان للمواطن نقوم بعمليه ترحيل البيانات النهائيه الى المركز الرئيسي بصنعاء. ولعل شكاوى بعض المراجعين من تأخر صدور وثيقة إثبات الهوية الخاصة بهم هو ما يؤكده تردد البعض على فرع المصلحة أكثر من يوم، كما وأن عدم تأهيل المبنى هو ما يتسبب بالاكتظاظ الحاصل ويزيد من بطء وعدم سرعة الإنجاز في استخراج هذه الوثيقة المهمة. وللوقوف على نشاط مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز، نرحب معنا بمدير المصلحة المقدم إسكندر المخلافي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا بزيارتكم. أهلا. هناك من المواطنين من يشكو من تأخر حصولهم على كروت البطاقة الشخصية رغم إجرائهم كافة الإجراءات يعني للحصول عليها، وحتى أن البعض يتحدث عن انتظار لأشهر طويلة. لماذا هذا التأخير للحصول على وثيقة هي حق من حقوق المواطن؟ طبعا انتم عارفين انه احنا مربوطين برئاسة المصلحة في صنعاء، والى يومنا هذا لم نستلم اي كارت عظمة، ولدينا الاستبيان كبديل عن البطاقة الشخصية. يعني الامر ليس في ارادتنا، نحن يعني نقوم ب ما يوجد لدينا من اشياء يعطونها اياها من صنعاء نعمل بها على طول. ذكرت أن المصلحة مرتبطة في صنعاء، استغرب الكثير من استمرار هذا الارتباط حتى اليوم، ما السبب في ذلك؟ طبعا جميع محافظات الجمهورية مربوطة في صنعاء ومنها عدن ومارب، وهذا الشيء يعود على الشرعية مش علينا احنا. نعم. هل تواصلتم مع مصلحة في عدن لعمل حل لتجاوز هذه الإشكالية، إشكالية التأخر في إصدار البطائق الشخصية، وكيف كان التجاوب معكم؟ طبعا في عدن لحد الان ما يعني المصلحه خارج نطاق الخدمه، ما مش شغالين اصلا. ارتباطنا في صنعاء وتواصلنا مع صنعاء. انت تلقي باللوم على المصلحه في عدن يعني؟ لا، احنا نلقي باللوم على الشرعيه يعني. لان يعني لو كانوا يعملون اسوه في الجوازات انه كان الامور طيبه والامور تمام، بس رغم هذا الحمد لله احنا ماشيين والعمل يمشي على قدم وساق. برأيك ما الذي يعيق عملية الفصل ما بين يعني كحال في الجوازات، مصلحة الجوازات يعني ما السبب الذي يعيق هذا الأمر إنه المصلحة تستقل بالعمل بعيدا عن المنطقة أو محافظة صنعاء؟ والله هذا شيء يعود على الشرعية، احنا ما انا ما عنديش يعني علم بال يعني الأشياء اللي هم تعيقهم هم. اما بالنسبة لنا نحن طبعا نعمل يعني حسب الإمكانيات المتاحة لدينا. كنتم طالبتم المصلحة في عدن بمدكم بفرع تعز ب 127 ألف كرت بطاقة شخصية. لم نتواصل مع عدن ولم نطلب منهم يعني الكمية هذه. نحن مربوطون في صنعاء، عملنا مذكرة لرئاسة المصلحة في صنعاء بطلب 120 ألف كرت. نعم. ابتداء من 2017 التي منحت للمواطنين تحت بند بطاقة شخصية على أساس نصرفها للمواطن مجانا، لأنه قد سلم رسومها، وإن شاء الله رئيس المصلحة يتجاوب معنا ويصرفون لنا الكمية بإذن الله. يعني هل هناك ممكن مؤشرات أنه يكون في تجاوب للإجابة؟ إن شاء الله إن شاء الله. إقبال كبير من قبل المواطنين على فرع المصلحة في تعز، كيف تستقبلون كل هذه الطلبات لاستخراج البطائق الشخصية أو شهادة الميلاد وكذا البطائق العائلية؟ طبيعة العمل الذي تقومون فيه كيف يسير؟ طبعا نحن نعمل وفق خطة معدة مسبقا، نقوم بطلب العهد الكافية لاستيعاب المواطنين، نعمل على يعني تنسيق مع الجهات المعنية لكي نقوم ب لدينا نزول ميداني ايضا لكل المدارس والمؤسسات لكي نخفف الازدحام عندنا في الاداره العامه. ايرادات المصلحه ومدى اقبال المواطنين عليها، كيف تلخص لنا هذا الموضوع؟ طبعا بالنسبه للايرادات نحن نورد الى يعني تحت بند دعم واحد ودعم اثنين. دعم واحد اللي هو للمصلحه راسا، ودعم اثنين اللي هو المصلحه في عدد. لا المصلحة في تعز، المصلحة في نعم. صنعاء، في صنعاء، ولا الدعم الثانيين اللي هو المجالس المحلية لصالح المجالس المحلية اللي هو البنك المركزي في تعز.
كم تقديرات هذه الإيرادات التي تورد من المصلحة؟ طبعاً فضل الله عز وجل حوالي 70 مليون خلال هذه السنة، منها 31 يعني ألف بطاقة شخصية، ومنها 13 ألف شهادات الميلاد. طبعاً الرسوم الموردة 70 مليون. هناك ذكرت أو أشرت إلى أن المواطن عند قدومه إلى المصلحة يحصل على استمارة استبيان، هل هذه الاستمارة تقوم مقام البطاقة الشخصية؟ بمعنى هل يمكن إنهاء معاملة بموجبها؟ طبعاً مش استمارة، هي كارت استبيان يصرف لجميع المواطنين. طبعاً احنا عملنا على رفع مذكرة للأخ محافظة المحافظة بالتخاطب مع المصارف والبنوك والجامعات باستيعاب الاستبيان كوثيقة، لأنه من قاعدة البيانات في صنعاء هو الرقم الوطني، هو بطاقة أصلاً. يعني يمكن أنه هذه البطاقة معتمدة يعني، ويمكن التعامل أصلاً الاستبيان هو من قاعدة البيانات في صنعاء. يعني الرقم الوطني والبطاقة هي الرقم الوطني. يعني ما الفرق بينهم، ما بين الاستمارة والبطاقة؟ هذاك عظمة وهذا كارت، يعني المواطن يحوص أن يطرحه بس فقط لا غير. هل تحدثنا عن الصعوبات أو العوائق التي تعترض عملكم في المصلحة في تعز؟ أهم الصعوبات التي تعترضنا في مصلحة الحول المدنية في تعز هي ضيق المبنى. الشيء الآخر، لدينا أجهزة متهالكة قد عاف عنها الزمن. الشيء الثالث، لا توجد لدينا نفقة تشغيلية بتاتا. لدينا معوقات كثيرة، يعني أكثر يعني عدم وصول الأهد. طيب أنتم توردون، تحدث عن 70 مليون توردونها إلى المصلحة أو إلى البنك في تعز، لكن بالمقابل يعني كيف لا يوجد إيرادات للمصلحة؟ نفقة تشغيلية، لا يوجد لدينا نفقة تشغيلية، هذا شيء عائد على الأخوة في السلطة المحلية. نعم. رسالة أو كلمة أخيرة توجهها في ختام هذا اللقاء؟ أولاً أشكر قناة بلقيس وطاقمها المميز لحضورهم إلينا وتلمس أوضاع المواطنين، وكما يعلم الجميع أننا في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني محافظة تعز كنا السباقون بافتتاح إدارة الأحوال المدنية، افتتاح أبوابها للمواطنين لتقديم الخدمات لهم، بما أن كان المواطن يتحمل أعباء السفر إلى المحافظة الأخرى لطلب الحصول على وثائق الأحوال المدنية. كما أوجه الشكر للأخ رئيس المصلحة والأخ مدير عام شرطة محافظة تعز لدعمهم المستمر لنا. كما أوجه عبركم رسالة للأخ المواطن للتعاون معنا في مكافحة الفساد وإبلاغنا عن أي ابتزاز أو رشوة، إبلاغنا على هاتفنا المعلق في كل جدار في الإدارة كما رأيتموه أنتم يعني في جولتكم السابقة، وشكرا جزيلا. دعوة أيضا للمصلحة في عدن بحكم أنكم كما تعملون بدون إمكانيات، هل من دعوة أيضا توجهونها لهم؟ طبعا الأخوة في عدن في المصلحة هم يعني يعملون على قدم وساق لكي يعني يعيدوا تأهيل المصلحة، وإن شاء الله ربي يعينهم. المقدم اسكندر المخلافي مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بتعز، شكرا جزيلا لك. العفو. مرحبا بكم من جديد. يعتبر جبل الحص بمنطقة قدس من المرتفعات المهمة والاستراتيجية في مديرية المواسط جنوب تعز، ويكتسب الجبل أهميته من موقعه الذي يطل على مناطق عدة، إضافة إلى وجود الحص الذي يعتلي القمة. نتابع. أغرانا هذا المشهد البديع، ووقت كانت قمم جبل الحصن تعانق السحب، وهي التي تطاول السماء في العلو والارتفاع، قررنا الانطلاق على ألا يكون التوقف إلا عند أعلى نقطة في جبل الحصن الشهير الرابض وسط منطقة قدس الواقعة جنوب تعز.
أخذت مركبتنا تتصاعد من أدنى نقطة في حوبان قدس مرورا بقرية الذخاف وحتى تباب رداع. ومن على الطريق الواقع بمحلة مطران كان لزاما علينا أخذ مسار فرعي يوصلنا ضمن طريق متعرج غير معبد إلى قرية العارضة التي تتموضع عند سفح جبل الحصن، الجبل الذي يكتسب أهميته من موقعه الحيوي الاستراتيجي وآثار الحصن التاريخي الذي لم يعد سوى بقايا أطلال. الحصن هذا قديم جداً، يعتبر من أقدم الحصون، وعندما انتهى الحصن هذا حولت الطرق إلى مناطق أخرى. هذا الحصن يعني حصن اسمه خراش، الملك خراش، وهذا ابنه مكش ابن خراش في المكيشة، يعني يسموه مكش ابن خراش. الحصن هذا من تاريخ أيام الغساسنة، لكن هذا الملك الأخير هذا بالنسبة لهذا ميدان خراش، منطقة ميدان خراش نسبة للملك خراش، كانوا يتحصنوا في بو قديما للدول، يعني زي ما تقول للدول تتحصن في بو للحروب، او مثلا من الغزو يعني كانوا يغزو من منطقة الى منطقة. من يصل سفح هذا الجبل وانطلاقا من تجربتنا الاولى يعتبر محظوظا، فالجبل كلما ارتقيت فيه فتحت لك من المشاهد ما لم تكن تدركها من قبل، ويزيد الإعجاب حال عرفت أن الواقف على هذا الشاهق بقدس تتراءى له مناطق الجند والدمنة بتعز، بل وأبعد من ذلك، حيث يصل مد البصر حد سواحل البريقة بعدن وباب المندب في البحر الأحمر. بالنسبة للحصن تشوف باب المندب، عندما يكون الجو صافي تشوف باب المندب، تشوف عدن، منها تشوف لمنطقة الجناد ومنطقة صبير، جبل صبير تشوفه، يعني تشوفه بعدة مناطق، تشوفه بجنب دباع، الشمسرة هذاك دباع وغيره، يعني عندنا بالحصن تتفرق لجميع المناطق لأنه مرتفع. بالنسبة لعدن تشوف الإضاءة حق البريقة هذه اللي يقول لك في البريقة واسمه. المنطقة المهم على الساحل، على الذي على الساحل. لم تكن الإحاطة بالبعيد هو المقصود من صعود جبل يقارب ارتفاعه 2000 متر عن سطح البحر، إنما ليتسنى لك الوقوف من علي للتأمل في المنطقة. قدس الجميلة بمناظرها الآهلة بالسكان والمساكن الكثيرة تجمعاتها. يجوا زوار تأملوا للمنطقة وشافوا قالوا هذه كذا، خاصة في أيام الصيف، أيام الصيف الدنيا خضرة كذا، كانوا يجوا شوقا للمسمى وطلعوا للمنطقة لرأس الحزن وتفرقوا كذا شمال شرقي غربي، أتملوا للمنطقة بجوها وإنها جو مليح. تزرع الحبوب، الذرة الشامية، الذرة العادية، هذه اللي يسمونها الكشميم، لا الغرب في الوديان تحصلها، الغرب في الوديان منها كانت ممتاز بالسكر سابقا، لكن الماء الآن قل، يعني انتهى الماء الذي كان في جوف الأرض خرج كثير. يتخيل الإنسان وهو يعتلي ربوة من جبل الحصن أن كل منطقة من ذلك المحيط المترامي هي في حكم القريب من حيث المسافة، غير أن جلسة واحدة مع أحد العارفين من أبناء قدس كفيلة بتجلية الحقيقة التي تؤكد أن ما تراه هو بنظرة طائر لا أكثر، وهو مشهد لمناطق مترامية الأطراف في الحجرية بتعز ومحيط المحافظة. الارتفاع يعني حوالي 2000 أو 1000، يعني أقل عن 2000،
يعني 2000 او 2000 وشويه يعني ما يزيد، هو الجبل صغير اكبر بالارتفاع عن سطح البحر. من هناك السلو وهذا حلقان وهذاك عمقان وهذاك وادي العقاب، هنا وادي العقاب وهنا بني يوسف وقدس هذا كله وسامع لا احد حوله، تاملوا الناس. ومن هذاك الشيخ يتامل جنب التربه جنب وهذا جنب الحنحان وهذا جنب بني حمد وهذاك الشيخ جنب غبيره جنب الشماتين، لا لا دبع يعرف من راس الحصن. وجدت شركة الاتصالات العاملة في المنطقة من هذا العلو في جبل الحصن وقمم عزان المجاورة فرصة لتثبيت مقويات أجهزة الإرسال الخاصة بها، وغرضها في ذلك شمولية التغطية حتى أبعد مدى بالاستفادة من ارتفاع الجبل. في أرياف تعز يعمل الكثير في مجال تربية الماشية، مستفيدين في ذلك من بيئة مناطقهم التي يتنوع فيها النبات ويتوافر فيها المرعى الطبيعي. ونظراً إلى تأثيرات الحرب في البلاد، وجدت الكثير من الأسر نفسها تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة، ولعل ذلك ما حدا ببعض المنظمات الدولية والمحلية إلى التدخل من خلال تقديم الدعم لبعض هذه الأسر في مجال تربية الثروة الحيوانية. لعله يوم صعد بالنسبة لماجد أمين نعمان، وقت جاء دورها وتمكنت من استلام 3 رؤوس من الأغنام ضمن مساعدة مجانية. تقول ماجدة إنها ترتجي منفعتهن لأجل صغيرها اليتيم. شعوري حلو وأنني فرحان يعني وسعيد بين الأغنام ثروة وتقضي على الفقر اللي عايشين يعبوه ذا، إن شاء الله أنها نكون مصدر رزق لي. ما حصلت عليه ماجدة من مساعدات الثروة الحيوانية التي تنفذها منظمة غدق للتنمية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، حصل عليه الكثير من أبناء أرياف تعز ضمن مشروع دعم سبل المعيشة الزراعية للأسر المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي في اليمن. في مديرية المواسط وحدها استهدف هذا المشروع 750 أسرة بأكثر من 3700 رأس من الأغنام. نحن نشكر المجموعة التي ساهمت بهذا العمل، لأن نحن لا نملك هذه الأشياء كلنا، والآن إن شاء الله تساعد من الدخل وخصوصا على حسب الظروف التي نحن مارين فيها، فنقول الله يبارك لنا وجزاهم هم الله ألف خير إن شاء الله. حيوانات الماعز التي تم توزيعها في حوبان قدس، حرص القائمون على المشروع أن تكون مطابقة للمعايير التي تضعها منظمة الفاو الدولية، وتكون ملزمة بما يضمن سلامة وصحة الحيوانات التي تصبح ملكا للمستفيد فور استلامها. في شروط مع منظمة الفاو على أن يكون الحيوانات من عمر سنة إلى سنتين ونص في إلى 3 سنين إذا كانت الحيوان ممتاز، وأهم شيء تكون حوامل وبنيتها السليمة، ونحن نكشف عليها بالفحص الظاهري ونقوم بعملية التحصين ضد مرض الطاعون المكترات وقدري الأغنام، ونحصن طبعا ضد الطفيليات الخارجية بالأرفرمكتين. ينظر مسؤولون محليون في تعز إلى هذه المشاريع باعتبارها واحدة من التدخلات المستدامة التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطن لا سيما في ظل هذه الأوضاع، ويعبرون عن تطلعهم إلى توسيع دائرة الاستهداف بما يحقق شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين. هناك لجان سجلت كل حالة من الحالات بحسب معايير الفاو الذي هي وحيد أسرة أو معاق أو أسرة فقيرة أو نازحة، ففي لجان مسح نزلت وسجلت الحالات بحسب المعايير، واليوم إن شاء الله ندشن توزيع الحيوانات الثروة الحيوانية والأعلاف والمكعبات العلفية.
نحن نأمل أنه يستمر الدعم يعني لبقية مدخلات سبل العيش للأسر مثل النحل، مثل تربية النحل وغيرها من تحسين سبل العيش. الكمية التي حددت للمديرية ب 750 أسرة أخذت من بين أسر المديرية، رغم أن المديرية طبعا ذات كثافة سكانية عالية وطبعا 3 حيوانات لكل أسرة، هي يعني جانب من الإنعاش. وينعكس التدخل في مجال الثروة الحيوانية إيجابا على حياة المستفيدين من سكان أرياف تعز الذين يعتمدون على حرفتي الراعي والزراعة، كما أن هذا التدخل سيحقق هدف المشروع الذي يندرج ضمن مشاريع تنفذها منظمة غدق في 19 مديرية تشمل 8 محافظات على مستوى الجمهورية، والمتمثل بتحسين حال بعض الأسر في التغذية والأمن الغذائي وتحفيزهم لعمل أنشطة مختلفة ذات العلاقة بالثروة الحيوانية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة وبمواضيع متنوعة وشيقة. دمتم وفي أمان الله. عز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، عز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.